طبق من الشمال اسمه السبوكو، بيتطبخ بشويش لكن طعم اللحمة بتدوب في البق، وبيتاكل مع طبق ريزوتو من ميلانو. ده لحم بقر، في الأغلب بيتعمل دايما بلحم العجل. دي اللي هي اللحمة اللي بالعظم، وفي النص فيه النخاع. دي تقريبا 3 حتت بس، تقريبا 1 كيلو و100 جرام. أول حاجة هنعملها ان احنا هنبتدي نفتح المنجناب علشان وهي بتستوي اللحمة ما تروحش قبل بره ويبقى لفوق ويبقى شكلها وحش. فهقطعها من الجناب وبعد كده هملحها واحط عليها فلفل كمان. دلوقتي انا خلصت 3 حتت قطعتهم من الجناب، هبتدي احضرهم ان انا احط عليهم ملح وبعدين فلفل من الناحيتين، وفي نفس الوقت اكون محضرة دي احط حتت اللحم في الدقيق، وفي نفس الوقت برضو وانا بعمل كده هبتدي احط شوية زيت وحتة زبدة صغيرة، وبعدين بعد ما اول ما تبتدي الزبدة تسيح هبتدي احط قطع اللحمة اللي انا حطيتها في الدقيق في الطاسة. هعملهم على مرحلتين لانه طبعا زيت زيتون، لانه الطاسة صغيرة، فاول ما اخلص الحتتين هشيلهم واحط الحتة التالتة. ودلوقتي اتحمرت من ناحية هقلبها، شايفين احمرت كويس وعملت زي طبقة كده بالذات انها مدهونة بالدقيق، وبعدين هحمر الناحية التانية كمان. هنا زي ما احنا شايفين انها اتحمرت من الناحيتين، هشيل الاتنين وهحط التالتة في الطاسة عشان تستوي هي كمان. دلوقتي انا خلاص هشيل اخر حتة وحطفيها على النار، وبعدين هبتدي اجيب الميكسر واكون محضرة جزراية وبصلاية صغيرة وفرع كرفس اللي هو الامريكاني، وهقطعهم حتة كبيرة وهحطهم في الميكسر وهضربهم، بس مش هضربهم ضربة جامدة، يعني هسيبهم شوية يبقوا زي ما انتم شايفين كده حتة سنة عشان ما يبقاش عامل يعني مية. لا انا عايز ده هو دوت اللي هيتخن الصوص عندي ويديله طعم. اول ما يخلص هروح حاطه شوية على الزبدة والزيت والصوص بتاع اللحمة اللي انا حمرت فيه، هحط عليهم شوية زيت زيتون تاني، وبعدين هروح قلبة عليهم خلطة الكرفس والجزر والبصل، وبعد كده هقلبهم. ودوت فرع روزماري، بس هو انا زرعها عندي بس قطفت شوية من كتر ما الدنيا برد ناشف، لكن هو يعني فرش، وهحطه. وبعدين هحط، ممكن تحطي صلصة طماطم، انا ما بحبش، والطلعنا اكلات قليلة جدا اللي بيستخدموا فيها سوري معجون الطماطم، انا هحط بس صلصة الطماطم. معلش انا اصلا انا نطلعها من التلاجة فجامدة والدنيا اصلا شتا فهي فيها كتير، انا هحط عليهم شوية شوربة وهقلبهم. هو المفروض ان انا احط صلصة وكمان شوربة، فانا حطيت اوريدي شوربة وحطيت شوية شوربة كمان في الازازة عشان تجيب، شايفين قد ايه نزل ولسه تخينة. هسيبها شوية على النار لغاية ما تنشف شوية، مش قوي بس تنشف شوية عشان اكون الصوص. دلوقتي الصوص جمد شوية خد غلوة، وهبتدي احط حتة اللحمة، طبعا هحط التلاتة عشان طبعا يستووا في نفس الوقت، وبعد كده ههدي النار واسيبهم تقريبا بتاع ساعة ونص على نار هادية وهغطيهم. بديت اقول لكم مع الجزر والبصل والكرفس انا حطيت كمان فصين توم. دلوقتي انا هغطي كله وههدي النار. الصوص مع اللحمة بيستوى، هحط معاهم ورقتين لورا، وكمان هحط شوية زعتر بودرة. الزعتر مش اللي هو الأوريجانو، الزعتر هو الثايم، وعلى ما أعتقد اللي هو الزعتر البري.
في الوقت ان اللحمة بتستوي فيهم هنحضر حاجة اسمها جريمولاتا. بدون الجريمولاتا دي اللحمة ملهاش طعم، عبارة عن لحمة مسلوقة في شوية طماطم. فالجريمولاتا دي هي اللي بتدي الطعم، وبنقدمها على الطبق وهي يعني ناية، ما بنسويهاش مع اللحمة. عبارة عن شوية بقدونس وفصين توم هنفرمهم وكمان بشر ليمونة. هنا جهزت البقدونس قطعته، ده بشر ليمونة ودوت التوم، وهحطهم كلهم في الطبق وعشان يبقوا جاهزين اول ما اللحمة تخلص. هنا خلاص اللحمة استوت، خدت تقريبا بتاع ساعتين زي ما قلت على نار هادية. شايفين من كتر ما هي استوت بقت بتطلع اللحمة من العظم، هغرفها في الطبق. وبعدين الصوص هيبقى ناشف، هحط عليه شوية مية سخنة، شوية ملح وفلفل هملحهم، وبعدين هخليهم ينشفوا شوية. هما دلوقتي ناشفين، لان هو زي ما انتوا شايفين ده الخضار اللي بقى جامد كده. وبعدين هحطهم على اللحمة. خلاص انا سيرفيست، حطيت اللحمة وحطيت عليها الصوص، ودلوقتي بحط الجريمولاتا ناية. طبعا ريحة الثوم مع البقدونس مع بشر الليمون تجنن. وخلاص الطبق خلص، وبون ابيتيتو. وطبق الأسبوكو بيتقدم مع طبق رز اسمه ريزوتو ميلانيزي. بون أبيتيتو، أشوفكم تاني في وصفة تانية في كارمن في إيطاليا.